طيب احنا معانا تليفون ناخد بقى تفاصيل اكتر لان احنا لازم نتكلم كمان النهارده عندنا منتخب عفوا عندنا مباراه مهمه كمان جدا. يعني خلينا ناخد على التليفون كابتن واستاذ كريم حسن المحلل الفني في كره اليد. يا كابتن كريم بونجور عليك، صباح الهنا. بونجور عليك يا نهوان، بونجور على كريم، سعيد ان انا بكون موجود مع حضراتكم في بطولات العالم لكره اليد للناشئين او للشباب او للفريق الاول. بتفائل جدا بمشوار المنتخب بتاعنا مع بداية لقائي معكم. يا رب خير ان شاء الله، وكده كده احنا كلنا متابعين وراضيين على الاداء حتى هذه اللحظه اللي بنكلم حضرتك فيها. خليني اروح لان احنا عندنا النهارده النقطتين، اول احنا عندنا طبعا مباراه مهمه النهارده امام منتخب السعوديه، فعايزين نتكلم عن استعداداتنا وفرصنا ان شاء الله في الفوز هتكون يعني قد ايه، وكمان عامه شايف المنافسات بشكل ازاي في البطوله حاليا اللي هي انطلقت بالامس والرانكينج اللي عاملها او يعني خليني اقول النجاحات اللي محققها المنتخب عندنا حتى هذه اللحظه. اتفضل. في البدايه خالص يا نهاوند انا بضم صوتي زي ما صوت حضراتكم انت وكريم، نتمنى السلامه والشفاء ان شاء الله للاعبنا لاعب منتخب مصر احمد حسام. طبعا زي ما انت قلتي بتكون اسوء اصابه لما لاعب في بطوله العالم في بدايه مشوار بطوله العالم وتحصل له اصابه قويه زي ديت ويتم استبعاده واستبداله بلعيب اخر، فدي في حد ذاتها بتبقى كبيره قوي على طبعا. الحاجه الثانيه انا بالنسبه لبطوله العالم للشباب طبعا يمكن اخر بطوله احنا حققنا فيها انجاز كبير جدا اللي هي ثالث العالم مع كابتن طارق محروس، ودي تعتبر اخر بطوله العالم للشباب قيمه، لان يعني انت عارفه فتره الكورونا ديت ما كانش فيها بطولات عالم للشباب قيمه، فاحنا اصحاب المركز الثالث حتى الان في بطوله العالم للشباب. مشوار منتخبنا بدا امبارح زي ما انت اتفضلتي وقلتي، وقدرنا ان احنا نكسب كوبا بفارق اهداف مريح، واعتقد ان المباراه كان فيها روتيشن كبير قوي للكابتن صابر حسين والكابتن محمد الالفي بابا نويل كره اليد المصريه، هو قدر يعمل روتيشن عشان يجرب كل اللعيبه وما يحرقش اللعيبه المتميزه. يمكن عندنا لعيبه متميزه، عمر شريف، مهاب، عمر الكوري، عمر حاتم، لا عندنا ناس كثيره، فمش عارفين نحققهم زي اسلام راضي امبارح اخذ لنا الماتش طبعا بهديه. المشوار طويل جدا، مشوار انت عارف بطوله العالم السنه دي يا نهاوند 32 فريق مقسمين على 8 مجموعات عكس البطوله الاخيره اللي كانت 24 فريق فقط لا غير، فاكيد طبعا نظام التصعيد او نظام التاهل للدور الاخرى هتبقى مختلف عن البطوله اللي فاتت. نظام التاهل هيبقى زي بطوله العالم للرجال بالظبط، هي البطولات كلها هتبقى بنفس الشكل، هيتاهل معاكي صاحب المركز الثاني من المجموعه بتاعتك في النقطه المباشره بتاعته، وان شاء الله هنقابل المجموعه اللي قصادنا فهي المجموعه السابعه. اعتقد ان هي في حديث يعني المجموعتين في متناول منتخب مصر ان شاء الله، لان الفرق ديت يعني انا من بدايتها بقول لحضرتك ربنا ان شاء الله يسهل ونتاهل لدور الثمانيه ونوصل ابعد من الثمانيه ان شاء الله. ان شاء الله، واحنا ما عايزين نتوقع بقى من منتخبنا كمان الشباب يعني فضيه ذهبيه، يعني ان شاء الله ده يحصل لان اعتقد ان هم يقدروا. يعني نقطة كلها احنا لما بنتمنى شيء بنبقى عارفين واثقين ان الرياضيين بتوعنا والابطال بتوعنا يقدروا يوصلوا لده، فطبعا بالارقام اللي هم فرضوها كمان، فان شاء الله ده يتحقق كمان كابتن كريم باذن الله. بص يا نهاوند عشان بس الساده المتابعين وحضراتكم تكونوا عارفين ان المجموعه بتاعتنا احنا معانا اليونان والسعوديه وكوبا، حتى الان احنا متصدرين المجموعه بالفوز الكبير اللي حصل امبارح. عندنا المجموعه الثانيه اللي قصادنا اللي هي صربيا، ايسلندا، المغرب، تشيلي، اعتقد ان ما فيهاش غير صربيا بس هي المنافس بتاعنا، واعتقد ان هي هتتاهل مع مصر ان شاء الله لدور الثمانيه. احنا عايزين نمشي ستيب باي ستيب، بس اكيد هنواجه الدنمارك والسويد في طريقنا في دور الثمانيه، ولكن ان شاء الله منتخبنا قادر على امتياز المرحله ديت ان شاء الله ويصل لمنصات التتويج كما عودنا، لان زي ما انا قلت لك احنا اخر بطوله احنا ثالث عالم. وانا عارفه الدنمارك طبعا يعني هو بطل العالم في هذه الرياضه، وفكره ان احنا نقول يعني هنفوز على الدنمارك انا عارفه ان هي هتبقى شويه مش هقول حلم لكن هو مشوار صعب ممكن ما نحققوش دلوقتي بس اكيد ممكن نحققه بعد كده، بس في الاول وفي الاخر الواحد بيتمنى دايما الافضل للمنتخب بتاعه طبعا، وبيشوف العناصر اللي عنده اللي هي ما ينقصهاش حاجه بصراحه برضو لو جينا اتكلمنا، فنتمنى التوفيق وحتى لو مش ذهبيه المره دي المره اللي بعدها، بس ان احنا نعلى حتى عن الرانكينج بتاعنا ده في حد ذاته هيكون نجاح كبير جدا وتطوير في الاداء. كل التوفيق ليكم ان شاء الله كابتن كريم، يعني واحنا مغطيين معاكم اكيد هذه البطوله.
طيب جميل، تعالوا بقى نروح او نرجع بعبارة ادق، نرجع